رأيك انتوا بتضربوا الستات ليه؟ هو مش انتوا، لان هو مش كل الناس بتعمل كده، مش كله بس الاغلب. الاغلب الاغلبيه القصوى بتعمل كده. تمام. انا ضد العنف. هي الحياه الزوجيه ايه؟ معلش اولا خليني اسالك ليه بس ضد العنف؟ لان هو عنف مرفوض. تمام. وهجي لك بعد كده اقول لك مرفوض ليه. تمام. هي الحياه الزوجيه ايه غير انها تكون فيها حب وموده ورحمه ومشاركه وصدق ووفاء واخلاص؟ لو حطينا الكلام ده كله في اطار وبصينا عليه من بره، مش هنلاقي بيت في عنف. بالظبط. لو تعاملنا بالموده والرحمه مش هنلاقي فيه زوج بيقسي على زوجته. هي المشكله ان الراجل انا لازم اذبح لها القطه من اول يوم زي ما بيقولوا، فانا لازم اضربها، لازم اوريها اللي انا راجل. لا واكسر بقى للبنت ضلع يطلع لها 24 ويطلع لها عندهم 70 و80 اكتر كمان. هو الموضوع متاخد بنظريه غلط. ولما بنيجي نتكلم مع حد يقول لك الدين قال كده، طب الدين قال لك واضربهن، طب هو اضربهن دي كان ليها قواعد وكان حل تاني. احنا بنشوف مصارعه مش ضرب. هي لا ده هي الموضوع بيوصل لحد الموت. ايوه فعلا. يعني في حالات كتير بنشوفها في الشارع موت. ولما تيجي تكلمي تشوفي زوج بيتخانق مع زوجته في قلب الشارع، تيجي تتكلمي معاه يقول لك يا عم انت مالك؟ دي مراتي. دي مراتي انا حر. اه دي مراتي. طب ما انت هنتها في الشارع. بالظبط. طب انت لما بتهنها انت فكر ان انت كده راجل؟ لا لا لا، انت بتهين نفسك اولا، بتقل من كرامتك اولا قبل ما بتهن من كرامتك، لانها مرايتك الثانيه. فالموضوع صعب والموضوع مزري، وخصوصا لما بيحصل الموضوع ده قدام الاولاد، لان بينعكس على تاثيرهم النفسي بيبوظ جدا. هتلاقي فيه ولد منحاز للام وطفل فعلا ممكن يكون انحاز للاب. لا هو مش انحاز للاب، هو هياخد طباع الاب وهيبقى يبقى احنا كده طلعنا جيل كمان بالضرب، يعني هيتعلم هو التاريخ هيعيد نفسه. بالظبط. يعني بعد المرحله مش هنبقى حلينا الموضوع. بالظبط. خلونا بقى نشوف روان. ايه رايك يا روان؟ بجد يا روان انت تقبلي ان زوجك لو بتحبيه جدا ومخلص لك جدا وحاجات حلوه كتير جدا، تقبلي انه يهينك نفسيا لفظيا شتايم، يهينك جسديا بضرب، سواء بقى حاجات بسيطه لمعتدله لضرب مبرح؟ توافقي ولا لا؟ لا طبعا. ليه بقى؟ يعني اسى نفسي يعني، وفي الاخر يجي يقول لي انا اسف بعد الضرب بعد كله، ماذا افعل باسفك وما زال مشهد الاسى عقل بذهني، اعمل باسف ايه؟ بالظبط. يعني في كلمه كنت بتعجبني جدا، ان الجريمه لا تبرر. يعني انا لو عندي فعلا حد قتل حد وقال لك معلش انا اسف، طب اعمل ايه؟ انت خلاص انا ندمت اصلا، انت هتحط رمل في عيني وعين الدم وتقول لي معلش؟ أيوة. طب ايه بقى هعمل ايه؟ معلش مفيش فعلا مبررات بتبرر حاجه زي الضرب او الاهانه اللفظيه او الشتيمه بالام بالاب، الحاجات دي كلها خلاص انت عملت حاجه فبتتعاقب عليها، بتتعاقب عليها لانها حاجه قويه جدا. صح يا روح؟ اكيد. وطبعا عايزه اقول حاجه مهمه قوي، مفيش فرق بين الراجل والست، احنا بس اللي في المجتمعات العربيه اللي بنقول ده راجل